ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن. بعد تحية دكتور عمرو، توصيات كثيرة أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوصى بمراعاة وجودها في الحكومة الجديدة، برأيك ما الذي يجب على الحكومة الجديدة فعله حتى يتسنى لها تنفيذ هذه التوصيات بسهولة ويسر؟ يعني خليني أنقل تحيات قيادات حماة الوطن رئيسا ونوابا ومساعدين. الحقيقة أنه ما حدث اليوم من تكليف سيادة الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة يحتاج منا أن نقف عند بعض النقاط في التوجيهات التي كلف بها سيادة الرئيس اليوم. أولها وعلى رأسها ملف بناء الإنسان المصري، لأنه من غير بناء الإنسان لن نستطيع أن نقيم صناعة قوية، ولن نستطيع أن نقيم اقتصادا قويا، ولن نستطيع أن نقيم زراعة قوية. وبناء على ذلك فكرة أن يكون بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات التي وجه بها سيادة الرئيس فهي هامة للحكومة القادمة، والكل داعم لهذه الحكومة في هذا الشأن. الشأن الآخر أن تشكل الحكومة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، وهذا منحة للدولة المصرية هام، لأنه جزء من فكرة بناء الإنسان أو ما وجه به سيادة الرئيس أن ذوي الكفاءات والخبرات حان وقتهم، لأنه ما نواجهه من أعباء اقتصادية وما نواجهه من تضخم وأسعار. دكتور عمرو، على ذكر أعباء اقتصادية وأسعار مرتفعة، من ضمن التوصيات التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بوجودها في الحكومة الجديدة هي فكرة إصلاح اقتصادي والسيطرة أيضا على أسعار السلع الغذائية، وهذا يحتاج لمراحل عدة، ما هي هذه المراحل وترتيبها من وجهة نظرك؟ يعني أبسط ما نبدأ به وما قاله سيادة الرئيس اليوم، التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات سواء المحلية والخارجية. اثنين، تشجيع نمو القطاع الخاص، لأن تشجيع نمو القطاع الخاص يعني أننا ندفع بعجلة الاقتصاد إلى حالة من السيولة وإلى حالة من الثقة للمستثمر الأجنبي. أيضا أنه يبقى عندنا توجيه فيما يخص الصناعة والتوطين لكثير من التكنولوجيا التي تحتاجها الدولة. بالتأكيد وصلت الفكرة. دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، شكرا جزيلا لك.